هلا بدنا نعمل ديزاين للفوتينجز، نغري من هيدا الاوبشن شو سلاب ديزاين. هنعمل لهم كمان ديزاين يوزنج فاينايت اليمنت ميثود. نعمل تشيك للامبوز مينيموم، دايركشن 1 توب. بنحدد البار سايز والسبيسنج. اذا بنحسب المينيموم للفوتينج 500 مليمتر ثيكنس اللي إلها، هيطلع تقريبا طور 16 at 15 سنتيمتر الميجر رينفورسمنت، والتوب رينفورسمنت 14 البار سايز at 15 سنتيمتر. فهنستعمل 14 بالتوب و 16 بالبوتوم at 15 سنتيمتر. بالتوب دايركشن 1 ما اعطانا، بده اديشنال، هيدول ارقام كتير صغيرة، فهيدول اللي حطينيهم كيفين. كمان بالبوتوم دايركشن 1 هون بده اديشنال، هيدول اللي اعطانا هني اديشنال لانه نحنا مستعملين تور 14 بالطب، بينما هيدول الكومبايند فوتينج بالميدل بارت منهم عم يعملوا ديفلكشن ابورد، يعني التنشن صار بالتوب لاير. فبس بالكومبايند فوتينجز بنستعمل تور 16 بالتوب لاير، بنشوف انه راح الاديشنال، بقي رقم صغير فينا نتجاهله. فبس بالكومبايند فوتينج بنستعمل تور 16 بالتوب، لان التنشن بالميدل بارت منها صار بالتوب لاير. باقي الفوتينج توب تور 14 كافيين للتوب. والدايركشن تو بوتوم ريبار كمان اوكي على هيدا الرينفورسمنت اللي عطينه اياه. بيبقى عنا شغلة، إذا بدنا نعمل تشيك لل one way shear أو لل direct shear. طبعا punching shear كلهم non calculated لأنه عنا tie beams. direct shear لنعمل له تشيك لازم نكون عاملين أو رسمين design strip. فهعمل unlock للموديل وأنا أرسم design strips، بس هرسمهم على كم بيم، على كم فوتينج، ما ضروري نرسمهم للكل. لنعمل تشيك للدايركت شير كرمال نعرف اذا هيدي الثيكنس اللي اخدناها كافية. طبعا ناخد الوقت اللي لها 1 متر، يعني 0.5 from left و 0.5 from right. بنرسم مثلا على هيدي الفوتينج، على هيدي الفوتينج هارسم، على هيدي ما هارسم على الكل، بس كرمال نعمل تشيك للدايركت شير. نحنا وحدة من هيدول بالميدل، بعتقد هيدول صاروا كافيين. فينا نبين الويدث للستريب، هلا عمل ران اناليسز، بنروح على شو سلاب ديزاين. بعد ما يخلص الاناليسز نختار الميثود ستريب بيست والشير رينفورسمنت، كرمال نعمل تشيك للشير للدايركت شير. اعطانا 0 مليمتر بير 0 مليمتر سكوير بير متر، هالشي بيعني انه ما عنا حاجة ل شير رينفورسمنت، وبالتالي الثيكنس اللي مخدينا كافية لتتحمل الشير. هيك بنكون خلصنا الديزاين للفوتينجز.